بسم الله الرحمن الرحيم. طبيعه بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الندوه دعيت حضرت لها بدعوه كريمه من منظمه جي الطلابي، وفعلا دعوه متميزه، يعني اللقاء كان متميزا بحضور تلة من الاساتذه والمتخصصين. قرب موضوع السياسات العموميه وحركه الحجاجيه من مداخلتي، تركزت حول مؤشرات فشل هذه السياسات العموميه، والتي حصرتها في ثلاث مؤشرات اساسيه: مؤشرات رقميه، مؤشرات اجتماعيه وثقافيه، وخلاصات رسميه. وطبيعه الحال تحدثت ايضا عن هذه الحركه الاجتماعيه، عن فرص او عناصر القوه التي تحملها وعناصر الضعف التي تجسدها، بالاضافه الى التهديدات التي تهددها، منها الاحتواء او الانحراف او الاستغلال او يعني الخروج عن اطارها الذي رسمت له نفسها. وبطبيعه الحال من نقاط ضعفها ايضا التي تطرقت اليها هي المتعلقه بغياب الحاضنة السياسية، تركيزها على المطالب هي إقليمية أو فئوية، ثم أخطر يعني نقطة التي أعتبرها نقطة يعني ضعف أساسية، أنها غياب المشروع السياسي الذي تجسد هذه المطالب الاجتماعية. وبطبيعة الحال في مداخلتي ركزت على أن الإشكال لا يتعلق فقط بإشكال فئات مجتمعية أو يعني مدن معينة في مواجهة الدولة أو في مواجهة الحكومة ومطالبتها، بل أن الإشكال يجب أن ينكفئ أيضا على الداس لنعالج نقائص المجتمع، لنعالج إشكالات المتعلقة بالمجتمع، لنعالج واحد عدد ديال الثقافات التي أصبحت تبني المجتمع أو تتحكم في المجتمع، واحد عدد القيم. معركتنا حول هذه القيم إن لم تنجح فلا نجاح لأي حركة احتجاجية. هذه الثقافات يعني الثقافات المنتشرة، ثقافة الخوف، ثقافة الاستبداد بالرأي، ثقافة نقل المسؤولية على الآخر، ثقافة الهمزة، ثقافة الفساد والرشوة والواسطة كوسيلة من وسائل الحصول على الثروة أو الحصول على الامتيازات غير هذه كلها، وثقافة أخرى هي من الثقافات أو من الثقافات الأساسية التي يجب أن تعالج وتغير بنقيضها وبنقيضاتها حتى نحقق فعلا تغييرا مجتمعيا حقيقيا. هذا التغيير المجتمعي هو المقدمة ل تغيير سياسي حقيقي. هذا التغيير السياسي بطبيعة الحال سوف ينعكس إيجابيا على كل مخرجات السياسات العمومية. بمعنى آخر يجب أن نتوافق جميعا أو نناقش جميعا على أرضية ما هو المغرب الذي نريد. هذا المغرب الذي نريد هو أن يتحقق بحوله التوافق ما بين جميع النخب وجميع الفاعلين خارج القوالب الجاهزة، سواء كانت قوالب تنظيمية أحزاب وهيئات وجمعيات أو قوالب نمطية من التفكير، لنخرج إلى خلاصة أننا ينبغي أن نصل إلى عقد اجتماعي جديد نحترم فيه ونراكم فيه ونستثمر فيه مؤسساتنا الموجودة، ولا نقلب الطاولة على عقبها، ولكن نحترم مؤسسات الدولة، ولكن لا نراوح مكانها بل نحقق صغير، لأن الكل الآن يعني يقر بفشل النموذج التنموي، ولكن اذا كان هذا الاقرار هو اقرار جماعي واقرار كلي، يعني من اعلى هرم في الدوله الى عموم الشعب، يعني هذا الاقرار هو قرار واضح ولا غبار عليه، ولكن عند التشخيص لا نصل بالتشخيص الى مداه، فلا يتم مناقشه الاشكالات الحقيقيه التي افرزت هذه السياسات العموميه الفاشله. وبالتالي ما دمنا لا نطرح الاسئله الحقيقيه فسوف لن نقدم اجابات صحيحه، وشكرا.